السلام عليكم سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم إلى موعدكم الأسبوعي برنامج استوديو المحترفين. ككل سبت نلتقي سويا لمدة ساعة ونسمع خيرة الخبراء والمحللين وأيضا الضيوف للحديث عن مخلفات جولة 21 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، وأيضا مخلفات الجولة 21 من الرابطة المحترفة الثانية موبيليس. طبعا الجولة أو الرابطة الأولى جولة في صالح الرائد اتحاد الجزائر، وجولة الجولة 21 من الرابطة الثانية أيضا في صالح نجم مقرى الذي يبقى رائدا بفارق نقطتين عن أقرب الملاحقين. أيضا سيكون لنا حديث عن المشاركات الإفريقية، عن شبيبة الثورة التي تواجه الثلاثاء المقبل فيتا كلوب الكونغولي، ويوم الأربعاء أيضا وسفرية نصر حسين غدا إلى مصر لمواجهة الزمالك المصري. أسعد باستضافة ضيف عزيز علينا اللي هو سليم مناد مدرب جمعية عين بليلة. مرحبا بك سليم. شكرا الأخ مسعود، أشكركم على هذه الدعوة. ورزقي تسموك الذي تعودتم عليه تقني وأكاديمي. رزقي مرحبا بك. مرحبا بك الأخ مسعود، سلام على المشاهدين الكرام. واليوم أيضا ضيف عزيز علينا شاب من بين اللاعبين المتميزين هذا الموسم في فريق نصر حسين داي، هو اللاعب إبراهيمي بالقاسم. مرحبا بك إبراهيم. مرحبا بك، نشكرك لهذه الدعوة. شكرا أيضا، نشكرك أيضا على قبول الدعوة. والختام طبعا بالحضور الكرام مع كبير خبراء التحكيم محمد زكريني. مرحبا بك. مرحبا مسعود، ضيوف الكرام، جمهورنا الرياضي الكريم، السلام عليكم. إذا نرحب بكم سيداتي سادتي مجددا، نتمنى أن نقضي سويا وقتا ممتعا ومفيدا بالصور للمباريات التي لعبت أمس واليوم الخاصة بالرابطة المحترفة الأولى، أيضا حديث عن قلت المشاركة الإفريقية، وكل ذلك بشيء من التحاليل الموضوعية والهادئة والبناءة. نبدأ بالمشاركة الإفريقية. رزقتي سموكا، يوم الثلاثاء المقبل المغامرة الإفريقية بالنسبة لشبيبة الثورة تتواصل، سيستقبل فريق فيتا كلوب الكونغولي اللي هو فريق قوي وفريق سبق له ونشط نهائي كأس الكاف الموسم الماضي. برأيك أنت متفائل بشأن المباراة القادمة لفريق شبيبة الثورة؟ والله يعني بالنظر للمردود ديالي اللي قدمته شبيبة الثورة في المقابلة أولا في بشار أمام الأهلي المصري، ثم النتيجة الجد إيجابية المتحصل عليها في مقابلة فيتا كلوب في التعادل الأخير. فيتا كلوب التعادل، يعني هذا الأمور حتى أنه فوزوا أيضا في البطولة. أعتقد بأنه مثل هذه النتائج تعطي نوع من الدافعية، نوع من الثقة أيضا، الثقة والتحرر أيضا، لأنه في بعض الأحيان هذا الضغط يخلي أن اللاعبين ما يكسبريم با كما يلزم الحال. وبالتالي أعتقد بأن أنا جد متفائل بأن شبيبة الثورة ستحقق نتيجة إيجابية في هذه المقابلة، وهذا هو الأمر الذي نتمناه نتوقعه وننتظره. سليم مناد، مشاركة إفريقية هذا الموسم إلى حد مقبولة، إلى حد ما مقبولة جدا، تألق بالنسبة لشباب قسنطينة، نتائج مقبولة جدا لشباب الثورة في أول تجربة، وأيضا دخول إلى المجموعات بالنسبة لفريق نصر حسين داي، يعني على العموم الأمور بخير بالنسبة لنوادينا. بالطبع الثلاث فرق هذو راهم يأدوا في نتائج لا بأس بها، يعني خرج ديار وداخل ديار، وراهم في البطولة راهم يعني في نفس الشيء، عندهم مردود لا بأس به. نظن شبيبة الثورة أيضا رغم انسحاب المدرب نبيل نغيز، يعني عرفوا كيف يستثمروا من مساعد تاعو كريم زاوي، لو خلاوه وجاب مساعد تاعو اسماعيل صابر كمدرب ايضا هو اللي طلبوا. يعني هنايا يعني المسيرين عرفوا الفكره تاعهم ايجابيه، لهذا النتائج راهي مستمره ونتائج مقبولة جدا بالنسبة لنا على الصعيد الإفريقي لنوادينا. بالقاسم إبراهيمي، مرحبا بك. ثم أيضا غدوة تروحوا لمصر إن شاء الله يا رب. واش مباراة الزمالك صعيبة؟ مش مخوفتكم؟ ما يخفاش عليك اللعبة كاميرا موعين بالمسؤولية اللي راه تستنى فينا ليه، وكاينة حاجة احنا ما نش راحين نحوس، راحين نجيبوا نتيجة إيجابية إن شاء الله.
ان شاء الله ونديروا كامل اللي علينا واللي كتبها ربي مرحبا بها. اللي كتبها ربي مرحبا بها، خاصه وانكم تالقتم في المباراه الاولى امام بيترو اتلتيكو الانغولي وفزتم بملعب 5 جويلة، وبالتالي بدايه جيده بالنسبه لفريق نصر حسين داي. سنتحدث عن مشوارك، عن فريقك، عن مشوار النصريه في البطوله في القادم من دقائق هذه او هذا البرنامج. يلتحق بنا على المباشر وبواسطة الهاتف سي محمد زرواطي المهندس الأول والأخير لهذا الإنجاز، إنجاز شبيبات الثورة. سي محمد زرواطي مرحبا بك. مساء الخير خويا مسعود، واش راكم لاباس؟ والله الحمد لله، خاصة وأن الثورة راهي أيضا لاباس بها وراهي مليحة. واش راكم متفائلين؟ راكم تحضروا للمباراة القادمة أمام فيتا كلوب يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله خويا مسعود، رحنا في تحضيرات جيدة واللاعبين راهم واعيين بالمسؤولية وراهم في لانسي، إن شاء الله يكون خير إن شاء الله. بصراحة سي محمد زرواطي المباراة الأخيرة مع فيتا كلوب، عجبوك لاعبينك ولا ما عجبوكش؟ هي بحقيقة عجبني اللاعب وعجبني المحلل، المحلل سبيكر تاع بي سبور عجبني أكثر من الفريق. أيوه، لأنهم ذكروا الفريق بخير، يعني عجبهم الفريق. كانوا لاباس في المستوى، كانوا في الشوط الثاني كانوا مباراة رجولية. وشوف سي محمد زرواطي أنه الفريق راه يكبر بسرعة، يعني على الصعيد القاري الفريق كما يعلم الجميع في ظرف 10 سنوات جبتوا منشط نهائي رابطة أبطال إفريقيا الموسم الماضي اللي هو الأهلي، ورايحين تزيدوا تجيبوا منشط نهائي كأس الكاف، يعني هذا شرف كبير للمنطقة وللفريق بشكل عام. هي بحق الكرة الحديثة ما بقاتش كبير وصغير. أيوة، بقات تلعب على 90 دقيقة، ما بقاش فريق كبير وكبير صغير دوك في الكره الحديثه. بقات تلعب 90 دقيقه هي اللي تفصل ما بين الفريقين. طيب والفريق راه واجد للمباراه القادمه؟ ان شاء الله واجد الفريق المباراه القادمه، وان شاء الله هذا واجد ان شاء الله باش نتكاليفوا ان شاء الله اذا كون ان شاء الله. واش الهدف دوك؟ واش ولا لوبجيكتيف تاعكم في المنافسه هذه؟ الدوزيام تور ان شاء الله. الدوزيام تور ها؟ إن شاء الله ممكن هذا الأمر بالنظر للإمكانيات الموفرة للفريق حتى على مستوى التسيير والبرمجة، الأمور راهي تتطور بشكل كبير لأنه الأهلي المصري زاركم وقبلها اتحاد طنجة، أو الأهلي المصري وقبله اتحاد طنجة وقبله نوادي أخرى، يعني ولا فريق اشتكى من سوء التنظيم، كلهم راضين على التنظيم في بشار. التنظيم الحمد لله كان في المستوى التنظيم كانت قالت مع الفريق الجزائري الحمد لله. الحمد لله ما كانش ما تنظيمات، حنا كل شيء يصير على المحل، ما كانش حاجه اللي خصتهم ولا اللي نقصت بالنسبه للفرق اللي زاروكم في بشار. كاع كانوا عاجبهم الحال، كاع فرحانين، كاع الحمد لله. وهذا بشهادتنا وبشهاده كل الذين تنقلوا الى بشار لتغطيه المباريات. بالنسبه للطاقم الفني راهو يقودوا كريم زاوي، هل جددتم الثقه فيه؟ رايح هو ليكمل الموسم؟ هنا في الحقيقه اون فادوري لا شونس كريم زاوي. ايوا مي سي با نو، ماهوش حنا اللي غادي نخدموا في بلاصته، هو اللي غادي يخدم. ايوا هو لا شونس راهي جاته. ايوا من اليوم يقدر ان شاء الله يولي يخدم وحده، لما لا ان شاء الله يخدم في الثوره ولا يخدم في فريق واحد اخر ولا، مي لا شونس راهي بين يديه. لا شونس راهي بين يديه، حنا عطينا لا شونس وتمناه له الخير خونا كريم، وتمناه يولي مدرب رئيسي ان شاء الله. يعني اعطيته له فرصه باش يكون مدرب رئيسي، عليه هو ان يثبت الكفاءه نتاعو. ولا في بلاصه اخرى ولكن بالنتائج. وبالنسبه للمباراه القادمه كيفاش تشوفها سي محمد زرواطي؟ ان شاء الله المباراه القادمه مع فيتا كلوب. ايوا احنا حاضرين لها ان شاء الله، احنا موجودين لها كاع، صاوب فيها تحفيزات، فيها بزاف صوالح ان شاء الله اللي غادي ندخلوا بهم ان شاء الله وبالنسبة للبطولة الوطنية هذا العام النتائج اللي راك حققتها وفريقك حققها لحد الآن راك راضي عليها؟ لا مانيش راضي عليها شوية، النتائج هذه مانيش راضي عليها، الانفستيسمون اللي درناها السنة مانيش راضي على النتائج شوية. أيوا واش الهدف تاعك في البطولة هذا الموسم؟ لأنك ربما فريقك ماهوش متعود بهذا الرزنامة الماراثونية، يعني مباريات كثيرة، تنقلات كثيرة، الآن تنقلات كان داخل الجزائر الآن على تحت خارج الجزائر. هي بالحقيقة قال الفرق الجزائرية هذه تاع النشاط إن لازم تتعلم باش تلعب مباراتين ثلاث مباراتين في السيمانة، لازم تعلموا كأوروبا نولوا نلعبوا أكثر مباريات في السيمانة، لازم تعلموا، وهذا هو كل حاجة عندها بداية. وأنتم راكم فيها يعني تقريبا مبارتين كل أسبوع والتنقلات بالجملة، يعني التنقلات لداخل وخارج الوطن، يعني بالنسبة لظروف الاسترجاع متوفرة عندكم؟
توفر ان شاء الله احنا معاه الظروف كل خطر نحسوا خطره نديروا شويه خطره نديروا حاجه اللي باش نهيئوا، ولكن اللاعب هو الروح خص يكون عنده ليجند في تاعه. ايوه يعني هو اللي يتبعوا في اللاعبين، اللاعب لازم يكون يتعلم يولي احترافي في ليجند في، باسكو ليجند في تلعب دور كبير. والجمهور راهو مساند راهو واقف الى جانبكم. الجمهور واقف بزاف كاع الله يعطيه الصحه، الجمهور البكره 15 على حدايا. الجمهور واقف الى جانبكم وكل الجزائريين يتمنون لكم كل الخير. نتمنوا لك سي محمد زرواطي ولفريق شباب الثورة التوفيق، كل التوفيق خاصة في هذه المغامرة الإفريقية مع استغلال فرصة عندكم مبارتين بميدانكم ان شاء الله فيها 6 نقاط. ان شاء الله تدخلوا علينا بالخير ان شاء الله. تجونا انت السبت وتجي؟ ان شاء الله نجي ولا ما نجيش. مرحبا بكم ان شاء الله، مرحبا بكم. الله يسرك، شكرا سي محمد زرواطي. شكرا يعطيك الصحة، بالتوفيق سي محمد زرواطي. سي سليم مناد الرئيس متفائل، وفر كل الإمكانيات لفريقه، هذه الأشياء اللي ربما تنقص الكثير من النوادي. هو تكلم أيضا على المدة القصيرة اللي فيها عدة مباريات. صح، هنا لازم الفريق يكون عنده إمكانيات كبيرة في ناحية الاسترجاع، وعمل كبير أيضا في الناحية البسيكولوجية، يعني ماهوش في المدرب برك، لازم يكون عنده طاقم كبير موسع. بس هذا اشكال، يعني عندنا طاقم محدود جدا، يعني طاقم محدوده المرحله هذه، من في البطوله تاعنا في المرحله هذه اللي تلعب 3 مباريات في اسبوع ولا في 10 ايام، لازم لك امكانيه تاع استرجاع مستوى عالي، ولازم لك في الناحيه البسيكولوجيه ولما لا سبيشاليست مخصص في علم الاجتماع الخاص بالرياضه. يعني هذا يساعد في الفريق لما تنهزم كيف تتعامل معاه، لما تدير نتيجه ايجابيه ضد فريق كبير وعلى يومين ثلاث ايام عندك مباراه ضد فريق اخر، يعني هنايا لازم عمل كبير. واش هو يقول الاخ زرواطي، يعني الثوره عندهم هذه الامكانيات وباقي على اللاعبين انهم ايضا ليجين دو في حافظوا عليهم. هذا هو الامكانيات كلها. كلام علمي، هذا هو الكلام. كلام علمي، واضافه شيء اللي طرق ليه المدرب مناد، نقول بانه ايضا ربما كاين ربما بعض المصطلحات اليوم اللي غير متداوله في البطوله الوطنيه، لانه عندما نتحدث عن مثلا امكانيه الاسترجاع، حتى انه عندما توفر للاعبين محاضر مثلا ذهني ولا كما طرق قال من الناحيه الاجتماعيه مختصين في هذا المجال، هذا ايضا يدخل في لو ستاف، لكن هو كما سي موان دو ريكوبيراسيون، لانه يا سكو نابيل اون شارج ايموسيونيل، لا شارج ايموسيونيل بمعنى ان اللاعب في فتره من الفترات يحس بهذا، يعني اون ساتوراسيون من الجانب، يعني دان بوين دو فيو ايموسيونيل. وبالتالي اعتقد بان شبيبه الثوره رغم ربما بعض النقائص اللي قدرت تكون، الشيء اللي نلاحظوه في هذا الفريق هو انه كل واحد يقوم بالعمل تاعو، قال المدرب في بلاصه تاعو والمسيرين في وهو قد صرح بها الرئيس عندما قال بانه على المدرب اليوم يثبت الكفاءه تاعو، وقلما المسؤولين يعطون فرصه للطواقم الفنيه نقدر نقول جديده في التدريب كمدرب رئيسي، لانه كريم زاوي معروف بامكانياته وعنده سنوات وهو يعمل، ولكن كمدرب رئيسي شبيبه الثورة اعطوه فرصه عليه ان يثبت جدارته وكفاءته. محمد زكريني متفائل شباب الثوره ان شاء الله يديروا نتائج ايجابيه. بطبيعه الحال بلدي مهما يكون انا مع بلادي ان شاء الله. انا قلت ونزيد نكرر، اذا فازوا في المبارتين هذو اللي لعبوهم في الثوره عندهم 90% يتاهلوا، اذا في بعض الحسابات قادرين يسحقوا نقطة في الأهلي وقادرين ما يسحقوا حتى نقطة ويتأهلوا. ممكن أخ مسعود كما قال أخ زكريني على التعادل اللي داروا خارج الديار، هذاك اللي حفزهم رفع معنوياتهم باش يكملوا في، خاصة والفرق كان متأخر ب 2-0، يعني تكون متأخر ب 2-0 في الشوط الأول خارج الديار أمام فيتا كلوب، تعود في النتيجة بالتعادل، يعني أنت أمنت بحظوظك لآخر لحظات، وهذا أمر يخص اللاعب الجزائري، عادة تنتهي المباراة قبل وقتها. إذا هذا محمد زكريني ما نساوش برك ثلاثي التحكيم من رواندا. رواندا واش رواندا؟ اسمه كبير هكذا يا كنا نعطيه لك، ما نعطينا اي اسم من هذاك، هو ماشي مشكل اكيزي ما منع كان نعطينا جو خلاص ثلاثي التحكيم رواندا. دوكا كل الحكام في هذه الادوار الحكام اللي عندهم حكايه في قضيه في 90 دقيقه كما قال محمد زرواط، 90 دقيقة اللاعبين يثبتوا امكانياتهم، اللاعبين تاع شبيبه الثوره موتيفي بيان مليح،
يعني انا عندي اسبور كبير ان شاء الله ان شاء الله حتى تكتمل الفرحه، خاصه بعد التالق القاري بالنسبه وحتى الوطني بالنسبه لفريق شباب قسنطينه الذي يسجل نتائج طيبه ورائعه جدا على الصعيد الافريقي وحتى على الصعيد المحلي. سي بلقاسم ابراهيمي، ثم فريقكم راهو في مغامره افريقيه، راكم في كاس الكاف كاس الاتحاد الافريقي ومباريات كثيره راكم تلعبوا فيها، ماكش تعبانين من هذه المباريات الكثيره؟ سي كاين شويه تعب، مي الاراده تغلب التعب، مش نقول لك. حتى الطاقم الفني على مستوى عالي، سي مزياني غيل ولاسيت قايمين بواجبهم ما شاء الله، يخدمون في خدمه بروفيسيونيل وان شاء الله ربي يوفقهم ونديروا معهم نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى طبعا التوفيق للنصريه لشباب قسنطينه ولشبيبه الصوراء في القادم من المباريات. محمد زكريني، ربما قبل ما ندخل المحترف الاول، كانت لك جوله هذه الايام قبل من وسيط، انتم عندكم ثلاثي التحكيم من كل دول، كل الرئيسي من دوله والمساعد من دوله، الحكم من غانا ومن نيجيريا ومن الكاميرون. ما فرقتش كاين الانجلوفون وفرانكوفون، زاد حكام من ثلاث دول، الانجليزي والفرنسي. لازم يلعبوا ما يهضروش هما. لا في الاسبوع هذا انت راك ناشط، يعني بين السبت والسبت وبين الجمعه والجمعه راك تنشط خارج. لا فيه رابطات ولائيه وين تستدعيني لالقاء محاضرات للحكام. يوم الثلاثاء كنت في مدينه وهران، الرابطه الولائيه لمدينه وهران، على راس لجنه التحكيم السيد شريفي والسيد الرئيس تاع الرابطه، استدعوني ورحنا تما درنا محاضرات حوالي ثلاث ساعات، وين كان حضور كان كبير، 150 حكم، حوالي 150 حكم شبان، حتى الحكم حقا اسمك يكفي اذا كان ذكرني هو اللي راح يدرس ناس كامل تجي. لا حتى حكام تاع النخبه، سيد غربال بوخالفه سنان، فيها حتى حكام كانوا حاضرين، وين يعني اعطينا لهم اخر ما انتجت الفيفا من لي توبيك، لي توبيك هما لي فيديو وتاع تشالنج تاع فوت دو مان تاع اخر في تاع نوفمبر 2018 اخر ما انتجت الفيفا. يعني من خلال هذه اللقاءات الحكام تاعنا راهم على علم بكل جديد. يعني حق رابطة الولائي الاولى عندها شبان، عندها خزان، هذا في وهران، في وهران حوالي من 16 سنه 21 سنه 22 سنه، وكل الامكانيات موفرينها لهم. يعني انا شفت بعيني البذلات كذا، الشيء الجميل اللي عجبني فيهم يعني يستوعبوا كلش. ماذا فعلت الرابطه؟ الرابطه دارت هدايا للحكام هذو اللي راهم يجوزوا الباك، اذا ربح الباك يروح لاميزون اديداس عنده قيس 40,000 دينار يشتري ما يشاء. يعني هذا الشيء اللي عجبني تحفيزا للحكام. يعني روحوا نعاودوا نجوزوا الباك كامل ونعاودوا شيء جميل، يعني باه يوفق بين الدراسه وبين التحكيم. يعني كل هذا يعني لا خوف على التحكيم يعني لا خوف، رغم ما يقال ويقال لكن فيها قاعده جاء يقال لابد ان يقال، لو ما كانش يقال ولكن قاعدين في دارهم لازم يقال، هذه ما مفروغ منها، خل الناس تخدم والناس وكان ما يكونوش لي كريتيك ما تافونسيش. انا شخصيا بلي كريتيك تاع الناس زدت طولت روحي، هذا هي لي كريتيك، لي كريتيك اوبجيكتيف، لا 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 بناء، الانتقادات البناء. انا كاين الناس اللي تقدوني كي تلاقيت بهم رحت سلمت عليهم وقلت له الانتقاد تاعك في محله، ترى البروبليم ماشي مشكل. ويوم الاربعاء كان الرابطه الولائيه تاع البليده كانت هما عندهم لا كوزري على داروا، رحت تما حوالي ساعتين ولا وين حضروا تاني الحكام، وين عجبتني تاني يعني بالبذله تاعهم، الامور منظمه على بس بها، الامور منظمه كل ما يعني السيد بوستر يعني رئيس اللجنه الولائيه حكم الدولي السابق يعني هو ورئيس الرابطه يعني قايمين بكل صراحه، لازم علاه نقولوا هكذا باه نشجعوهم باه نهضروا نقولوا الحكام اللي راهم الفوق ام يجوا من تحت. فعلا ما كاش هذا راه يجي من. اذا المهم انه فيه عمل قاعدي على صعيد التحكيم حتى يكون فيه خلف للمجموعه الموجوده. هيكل ورشيد ميكيداش، ندخل عالم المحترف الاول. والبداية بالمباراة التي لعبت لحساب الجولة العشرون من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، وكانت يوم الخميس الماضي، جمعت بين شبيبة الصورة ونصر. حسين داي خليل بن عيسى حضر المباراة. شبيبة الصورة استقبلت نصر حسين داي في مواجهة كانت نقاطها مهمة للفريقين من أجل البقاء في السباق على المراكز المتقدمة من ترتيب البطولة. الجزء الأول من اللقاء جاء حذرا من الجانبين، انتشار لم يكن مثاليا للمحليين، قابله تكتل دفاعي للضيوف
مع إهدار الفرص القليلة التي أتيحت للجانبين. تيبوتين مدافع الشبيبة أنقذ فريقه من هدف محقق. بعدها انطلاقة الشويطر باغتت دفاع الشبيبة الذي أفلح في التغطية مع حارسه خالد بوقاسم، بينما جاءت محاولة زيري حمار الأخيرة للشبيبة عند نهاية المرحلة الأولى لتبقى النتيجة دون أهداف. المرحلة الثانية تواصل فيها النسق، محاولات غابت عنها الجدية من الجانبين. هدف اللقاء الوحيد جاء عند الدقيقة 68، انطلاقة يحيى شريف الذي كان بديلا في هذه المقابلة، ناب عنه مدافع النصري الياس عقال في إيصال الكرة إلى شباك مغالطا حارسه بهذه الكيفية. النصرية بحثت عن العودة لكن الإرادة وحدها لم تكن كافية. استماتة زملاء خوالد في الدفاع وتدخلات خالد بوقاسم الموفقة أجهضت المحاولات، فيما أقلق يحيى شريف وحامية ومعهم زايدي دفاع الضيوف إلى آخر لحظات اللقاء. لتظفر الشبيبة بنقاط 3 داخل الديار تعتبرها مهمة في حسابات بقية المشوار. نتيجة طبعا مهمة بالنسبة لفريق شبيبة الثورة، الظفر بالنقاط 3. سي إبراهيمي وقاسم، انت لعبت هذه المباراة كاملة، كيفاش كانت؟ كانت صعيبة شوية؟ كانت يعني، واش الفرق بينكم وبين الثورة في هذه المباراة؟ واش الشيء اللي خلى شبيبة الثورة تفوز في هذه المباراة؟ كانت شوية في الديبي شوية صعيبة، مي كي مشات المقابلة تحكمنا مليح في المقابلة ورحنا الماتش تقدر تقول بريمير ميطو، ونضيعنا بزاف فرص. أيوة. كان ماركينا واحدة ولا زوج بالك نعود بنتيجة إيجابية. لكن على العموم أديتوا مباراة لاباس بها رغم التعب والبرنامج اللي مكثف بالنسبة لكم. أدينا مباراة كانت في المستوى. والتحكيم كيفاش كان؟ ما تحشم من ذكريني ما والو. إلا التحكيم عيان قلنا عيان. والله ما على بالي، بالك برك في هذيك في البيت هذاك اسكو بيت ولا مش بيت، ما على باليش. اعطينا هيك اذا كان ممكن اللقطه الموجوده في هذه المباراه. هذا كان تما وتما هو اللي ضرب الكره، ماهوش متاكد. فما بالك نزيدوا ناكدوا كون جات عندك الحق. برك انا باش ما نظلمش الحكم، خاكو غير جاو الناس كامل كيما انت. ها هو هنا عاقل بصح في الاستاد هو كيما انت، ما نظلموش الحكم. كون جات على جال هذا الشيء اللي الفيفا دارت جول لاين تكنولوجي، على دارت لابيس في البالون، تقنيه مكلفه، تقنيه مكلفه وكذا باش الكره هل دخلت ولا مر. الى يومنا هذا هدف انجلترا ضد المانيا في 66 الى يومنا هذا نهائي كاس العالم ما عرفوش هل الكره تعدات الخط ام لم تتعدى. بالوقت داروا التكنولوجي هذه الكره. هنايا دوك نشوفوا اللقطه صعيبه الاخ زكريني، صعيبه راهي هوائيه ماهيش ارضيه. بارك الله فيك سي سالي، انا نحب الناس اللي كما انت. تبارك الله فيك، يوافقك في الراي. لا لا هوائيه ماهوش ساهل، ممكن كثير هوائيه. من الصعب الوحيد الذي يستطيع هل الكره تعدات الخط ام لا هو المساعد. هاي عندك المساعد لازم يدير سبرينت باش يلحقها. شوف شوف شوف، راح تقول لي دخلت ولا ما دخلتش؟ ضربت انا مستحيل. اي بالقاسم قول له دخلت ولا شنو؟ هو يقول انا ضربت في الفيلي من فوق ولا لا لا ما ضربت، كنت هز الفيلي ما تخرجش برا كامل. لا تقيس في البوطو تعاود تدخل. ما قاستش كامل. درك حاجه برك، هل الكره تعدات كليه خط المرمى؟ الوحيد اللي باستطاعته يقول لك هو المساعد. لهذا في هذه الحالات لا نجزم، ولكن كما ذيك النهار شفنا نصر حسين داير في كاس افريقيا، وين اثار وين شفنا الكره نص متر دخلت لداخل. ما كاس افريقيا في 5 جويليا الكره تعدات نص متر لداخل، اثار تبان مي اون لا صعب 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 صعب. وحتى لما نغطي مباراه بكاميرا واحده في وسط الميدان ايضا صعب جدا تحكمها من البعيد. فعلا فعلا قضيه صعبه تتاكد. لهذا ما نظلمش اللاعب بالك سجل هذا، وما نظلمش الحاكم. انا علاه نجي مع الحاكم لانه هو المساعد يحكم الخط الاخر. قال حاجه مليحه سي سليم، لابد على الحاكم في هذه الحالات يدير ان سبرينت اللي يكون مع لا لين دو بو مع خط المرمى للتاكد. على كل هذه الحاله التحكيميه الوحيده في هذه المباراه. بالقاسم انت راك موجود مع النصريه هذا الموسم الثاني تاعك، كيفاش راهي الاجواء؟ راهم مساعدينك يعني؟ راك لاقي روحك لاباس؟
الحمد لله يا ربي، انا فوت العام الاول تاعي مليح، كنت في المستوى وراني نخدم ثاني باش نكون في المستوى العام الثاني. انا خيرت نصر حسين داي على جل الالقاب، وان شاء الله هذا العام ما نخرجوش بيدين فارغين ان شاء الله. ان شاء الله في القاب ان شاء الله يا رب، وخاصه وانه طاقم فني على اعلى مستوى مع مزياني غير محمد لاصيت، يعني الامور بخير على خير ان شاء الله يا رب. ودراهم كاين فريق ولا ما كاينش؟ معليش ما نحرجوكش. على كل الاخر ربما على اللاعب هو انه في فتره يعني انتقال النصر حسين داي استفاد مع مدربين في اعلى مستوى ومدربين مختلفين من ناحيه النزعه والنظره للتدريب، لانه خدم مع نغيز اللي هو يعني اكاديمي وعلمي هو ايضا فعلاً. مع تزيري بلال بالخبره تاعو كلاعب وايضا عنده الطموح، وزيد اليوم يخدم مع كبير المدربين اللي هو مزيان محمد لاصيت ايضا يعطيك الصحه. اذا هو كلاعب شاب عندما تمر محظوظ بانك خدمت مع عدد من يعني مدربين يعني في مستوى عالي. سليم انت ما دربتوش؟ سليم مناد في بوسعاده. هاري جاي نسالك، سليم تدربته في امل بوسعاده؟ كان الاواسط، كان جونيور. كان جونيور طلعنا سينيور. يعني ابراهيمي ما شاء الله عنده امكانيات لاباس بها، متخلق وانسان طموح وقادر ينجح ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى طبعا لسي بلقاسم ابراهيمي النجاح والتوفيق في مشواره، خاصه وانه سنتين في الرابطه المحترفه الاولى اثبت جدارته وامكانياته. الان الى المباراه المواليه، ونبدا بمباريات الجوله ال 21 من الرابطه المحترفه الاولى موبيليس، والتي افتتحت امس بدايه مع لقاء شباب قسنطينه وجمعيه عين مليله. محمد صالح بوساكر علق على المباراه. تمر الكرة ولا تعبر الدفاع ثم الانطلاقة، محيوس ما فيش وضعية تسلل هذه المرة، هل يغير؟ يسدد، يفضل يسدد، ممتازة هذه اللقطة الممتازة المقوسة كما ينبغي من محيوس، ولا حارس رحماني يتعلق وضعها في الزاوية الصعبة، ولكن المتابعة من رحماني الشمسي، عدم الاحتكاك ثم كرة مرفوعة، ابعد سيدي الكرة ما نعقش عليها، ما لحقش عليها يطوى، لكن كرة ضائعة من الدفاع كاد يلحق على المكان المناسب في الوقت اللي بالجلال يرفع كرة رأسية أرونا بعيدة عن الإطار، رأسية أرونا ضرب كرة بعيدة كل لعناصر فريق أمل الشباب قسنطينة لمنطقة الحارس بوفناش، كرة مرفوعة رأسية اللعب جانبية، جانبية وركنية أخرى، الحكم يقول كان جانبية رأسية، لعب المس الكرة، هاي الكرة إعادة مرة أخرى، والحارس هو اللي أنتنا تعود ترجع للعمري يسد عليه، هل سيسد؟ يسد، ممتازة كرة ضائعة، وعلى مرتين الحارس بوفناش، على مرتين الحارس بوفناش هنا يتألق أمام اللاعب جعبوط، ضاعت منه الكرة في المرة الأولى، سنشاهد التسديدة هذه من بوفناش في المرة الأولى، الحق عليها جعبوط ولكن كرة طويلة، والحكم بوكواسا يعلن عن نهاية المباراة بتعادل فريقين شباب قسنطينة وأمل عين مليلة بصفر لصفر. ونهاية المباراة كما بدأت بعد سلسلة طويلة عريضة 12 انتصار على التوالي لفريق شباب قسنطينة. جمال أو سليم، مباراة أو تقنيا فنيا بصراحة يعني قبل ما تحدثوا عن المباراة، لاعبيك وين تصنفهم يعني؟ الموقع نتاعهم في البطوله الوطنيه وينهم يعني؟ يعني كل واقع يعني. شوف لاعبين متوسطين يعني ما مش ضعاف وما مش مستوى عالي، ولكن يعني لما نعمل معهم يعني صراحه يستوعبوا يسمعوا ويطبقوا. هذا مهم جدا. احنا المباراه هذه تاع ضد شباب قسنطينه يعني دخل التحضير البسيكولوجي كان في محله، ماشي النتيجه تعادلت، ما نهضر على الايجابيات، كاين سلبيات مازالها سلبيات في الفريق، ولكن لما نشوف اللاعب يستحوذ الكره بكل ارتياح ويطبق التعليمات، علاش؟ باسكو فريق شباب قسنطينه شفنا المباريات الاخيره تاعو عبر الفيديو، درنا الاناليز، شفنا المباراه ضد شباب بجايه، شبيبة بجايه، مولوديه بجايه، وايضا مع الكابا تاع البرج، عرفنا نقاط الضعف، نقاط القوه تاعهم، يعني عملنا على هذيك النقاط، الفريق اللاعبين طبقوا
طبقوا يعني تقريبا 100%. وسيروا المباراة عقلانيا، كنقول عقلانيا باسكو سي امبورطون سو بلون مونتال. يعني اللاعب الجزائري لما يماركيو عليه لو بوت هذاك يقدر يتاثر، يقدر المباراه تخرج هكذاك، ولا يخرج من البلوك تاعو يعاود يزيد يونكيسي كما صارت لنا مع وفاق سطيف. ولكن احنا هنايا يعني كنا عطينا لهم نحينا لو دوت والشك هذاك، مديناه للشباب قسنطينه. يعني لما يجيك فريق 11 مباراه ما خسرش، وفريق راهو يعاني في النتائج، يعني هنايا الفريق تاعنا دخل بثوب بلي اليوم انا هنا حاضر باش ندير نتيجه. والحمد لله الاداء كان مميز لا باس به، والنتيجه كانت فعلا اداء مقنعه ونتيجه مقنعه تخلي ربما الفريق يستبشر خيرا بالقادم من المباريات، يعني ما يفقدش الامل وقادر انه يلعب كامل حظوظه. تحكيميا محمد؟ لا، المباراة كانت منقولة، أنا كنت في البلاطو على المباشر. السيد بيكواسا أدى مباراة جيدة مع المساعدين تاعو، يعني بكل صراحة تحكم في زمام الأمور من أولها إلى آخرها بدون أخطاء تحكيمية. نتمنى إن شاء الله كل يزيد يكمل على هذا المسيرة، وبنوة كذلك المساعدين تاعو مع ريموش. ما ننساوش لما مباراة تكون في القمة، المباراة كانت نظيفة، كانت على المباشرة، كانت كرة قدم داخل. ولو نقولوا احنا يا اخي الشرق فيه الاندفاع بدني كثير، احنا ما فيه الاندفاع، ولكن الاندفاع البدني في حدود اللعبة وين تحكم في زمام الامور، ولا احتجاج ولا يعني العلامة الكاملة، لان المباراة كانت من كرة مباشرة. انا خاصة كيديروا مباراة جيدة تحكيم جيد لهذه، لان يغلط يخلص اكيد واحد ما يسمح له. انا كيدير مليح نشكروه فعلا، والمباراه لم تكن سهله. اسمح لي الاخ سعود وشاوي يهضر الاخ زكريني، لما تشوف انت الملعب مكتظ ويعني المسيرين تاع شباب قسنطينه نشكرهم اللي وفروا لنا كل الامكانيات يعني باش نديروا المباراه تاعنا. يعني حقيقه تقدر دير مستوى اللي يليق بسمعه البطوله الجزائريه، يعني تشوف انت كل الظروف مواتيه باش دير الاداء مميز. بارك الله فيك، هذه نقولها وقلتها العشيه لسامي نوردين، وكلهم نقول لهم اعطيني كره نظيفه وجيده نعطيك تحكيم في المستوى. البارح شفنا كره قدم، ما شفنا ولا شيء فعلا، رغم اهميه المباراه الا انها كانت اهميه المباراه، رغم فريق في البوديوم وفريق يلعب من اجل البقاء، ولكن كي لعبت انت الكره بحوش على التحكيم، انا اعطيت لك تحكيم جيد. رزقي، امل عين مليله وجمعيه عين مليله، تعادل امام فريق كبير بحجم شباب قسنطينه راح يخليه يكون مرتاح قادر ان يحقق اهدافه. في المقابل شباب قسنطينه الانجازات المحققه على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الافريقي لا يمكن ولا يجب ان تتاثر بهذا التعاطف. لا، هي اعتقد بانه المدرب اللي يتمكن ويجي في فتره وجيزه انه يحقق تقريبا 11 انتصار في 11 مقابله، 12 انتصار في 12 مقابله، هذا يدل على انه مدرب على الصعيد الافريقي والمحلي يعني. والمحلي داخل وخارج الوطن، داخل وخارج الوطن فعلا. وعنده طاقم تاعه، اعتقد بانه هو مدرب يمكن انه ما يتاثرش بهذا التعادل، لانه هذا التعادل ما ينقصش من قيمه العمل اللي قبل. ثم باضافه الى اخرى، اعتقد بان هناك فرق في البطوله الوطنيه في بعض الاحيان يعني نحتاج الى انهزام، نحتاج الى تعادل يعني باننا نعود اون فاسروم كما نقولوا باللغه الفرنسيه، اون فاسروم ميتر اون كولون كيستيون، لانه هذا هو المهم والاهم. من جهه امل عين مليله، اعتقد بانه انا الشيء اللي لاحظته بانه المدرب يعني اللي راهو حاضر اليوم سير المقابله بشكل تكتيكي مميز، حتى انه انا هضرت مع الكوتش في الكواليس وقلت له بانه ظهر لي كوتش بانه في المرحله الثانيه قمت بعمل نفسي ما بين شوطين، وهو اكد لي انه هو عطى لي يعني لو ديسكور اللي لازم في هذيك الفتره وهذا الى ليبيري لي جوار تاعو من دان بوينت فيو بسيكولوجيك. وشي اللي لاحظناه فوق ارضيه الميدان انه لاعبي امل عين مليله يعني كانوا قادرين حتى انهم يسجلوا في المرحله الثانيه فعلا، ولعبوا بدون عقده نقص في هذه المباراه الكبيره. الى المباراه المواليه وهي التي لعبت امس وجمعت بين مولوديه وهران ونادي بارادو، وعلق عليها طه شعبان. كرة لصالح الأتليتيكا، الانطلاقة خطيرة خطيرة، هذه الكرة ماذا فعل دفاع مولودية وهران؟ مولودية وهران ما راهمش يساندوه شوية، راه مع وحده، عطوه دي بال غير هكا باراشوتي ما يقدر يدير والو.
دونك بن عياد خطير بالكره، بن عياد، بن عياد، بن عياد زرقون، ماذا يضيع نادي بارادو؟ اذا الكره لصالح المولوديه عن طريق تومي او المؤذن، المؤذن يبحث عن التسديده والحارس مساوي. الكره ناحيه نعيجي، نعيجي امامه بن عياد، نعيجي بن عياد، ولكن شوف دائما تبقى الكره خطيره، خطيره لتيم ينقذ الموقف. ثم صباح زين العابدين وكره خطيره لصالح نادي اتلتيك بارادو، خطيره خطيره خطيره. اسامه لتيم ينقذ مولوديه وهران. الرواق الايمن، شوف نقلات وتمريرات بين عناصر نادي اتلتيك بارادو. كره ممتازه، ما فيش وضعيه تسلل. عيجي عيجي عيجي، والهدف الاول لصالح نادي اتلتيك بارادو. اتلتيك بارادو عن طريق الكوموندو نعيجي زكريا يتمكن من افتتاح مجال التهديف وتسجيل الهدف الخامس عشر له في البطوله. وفيان والانطلاقه من نعيجي خطيره، خطير نعيجي لما ياتي من بعيد، خطيره نعيجي، نعيجي مفتوحه الكره، والهدف الثاني، الهدف الثاني من زكريا نعيجي يتمكن من تسجيل الثنائية في هذا اللقاء. زكريا نعيجي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في ظرف 6 دقائق. مولودية وهران تتلقى هدفا. إذن المباراة تنتهي بتألق وتفوق نادي بارادو الذي يبقى قيمة ثابتة في بطولة هذا الموسم الرزقي بفضل أدائه ونتائجه وهدافه. وهدفه يعني الهدف نعيجي سجل 4 أهداف في مقابلتين، وأمام من؟ يعني أمام شبيبة القبائل اللي تحتل المركز الثاني، وأمام فريق مولودية وهران بوهران، وفريق يعني واللاعب عنده 16 هدف عنده 16 هدف. هذا والشيء اللي يثبت بأن هناك عمل يقام على مستوى هذا الفريق، حتى انه مع المدرب اليوم، هو انه هذه الاهداف ما تسجلش يعني من كره ثابته ولا فعلا. يعني في اطار اللعب، يعني كره ملعوبه، في كره ملعوبه، هذا من جانب. من جهه اخرى هذا الفريق هو تقريبا نقول دائما توجد نقائص، لكن مقارنه بالشيء الموجود في البطوله الوطنيه هو فريق مكتمل. لماذا؟ حتى انه لو تدرس هذا الفريق بطريقه الفيديو، اي مدرب او المدرب حضر معنا اليوم سيجد صعوبات في التعامل مع هذا الفريق. لماذا؟ ما عرفش كيفاش نقولوا باللغه العربيه، الى انفليكسيبيليتي تكتيك انكرويابل بالنسبه للمدرب، يعني قدره التعامل والتعايش مع وضعيات كثيره، مع وضعيات كثيره. هذا الفريق قدر يفوز امام وفاق سطيف، قدر يفوز امام شبيبه القبائل، قدر يفوز امام مولوديه وهران. هذا يثبت بانه عنده يعني عنده سرعه التاقلم مع المنافسين، وبالتالي اعتقد بانه هو اليوم فريق نادي بارادو يعطينا درس، درس ليس فقط في التكوين، وانما لازم نقول بان المدرب البرتغالي اللي معتقد هو برتغالي يقوم بعمل، وهذا العمل نلاحظوه يعني في المقابلات، وحتى الارضيه مناسبه لهذا العمل الذي يقوم به المدرب، مدرب نادي بارادو الذي ايضا لا يتاثر بالفترات الصعبه اللي يمر بها، جه مباراتين او 30 هزيم، لكن لا يتاثر بفتره الفراغ، خاصه انه في الدربيات لم يقدم اشياء كثيره. في المقابل مولودية وهران فريق كبير، أسماء كبيرة، جمهور كبير، مدينة كبيرة، ولكن دائما الفريق يبحث عن نفسه. لا، هذه أولا في الحصة اللي فاتت كنا هضرنا على ما يسمى بعوامل النجاح. اليوم نهضروا على عوامل الانكسار، ولا كيف نسميه، يعني الفشل، ولا الفشل. هذه عوامل الفشل عندما تكون فريق كبير وجمهور كبير وإمكانيات كبيرة وما تحققش نتائج. هذا يرجع إلى عدم وضع الاستراتيجيات المناسبة، لأنه هذه الاستراتيجيات في الفرق الكبيرة يجب أن توضع على المدى المتوسط والمدى البعيد. اليوم الاستراتيجيات اللي توضع في البطولة الوطنية هي على المدى القريب. الجميع اليوم، وربما السبب هو ضغط الأنصار أيضا، هو ضغط الأنصار، ولكن من يعني الأنصار كما يقال حليلهم، يعني سنوات هم ينتظروا تتويج ونتائج إيجابية، لكن لحد الآن لا شيء. لا، لازم نذكر أيضا عدم استقرار المدربين في هذا الفريق. هذا عامل أيضا من العوامل اللي ما يخليش أن الفريق يعني يمشي للأمام.
يمشي للامام. عدم استقرار ايضا اللاعبين، لا هذا الاستقرار، عدم استقرار لاعبين وفي البطوله الوطنيه بصفه عامه، لانه في وقت فات كنا كنتحدثوا على اي لاعب نذكر الاسم تاعو مباشره جينا الفريق تاعو. اليوم حنا نطبعوا في البطوله الوطنيه، وانتم ربما كمحللين كانكم دي جورناليست كصحفيين نتبعوا البطوله، في بعض الاحيان تقول يا اخي هذا اللاعب كان في هذا الفريق، يقول لك لا. هذا التغيير هذا ما يساعدش اللاعبين وما يساعدش الارتقاء بمستوى البطوله فعلا. وهذه هي ظاهرة غير صحية في البطولة الوطنية، لأنه في كل موسم نجد انتدابات تصل سليم إلى حتى 10-15 لاعب جديد كل موسم. يعني كما قال لك الأخ رزقي، هذه يأثر على مستوى الفريق والعمل تاع المدرب أيضا. يعني لما الانتدابات يقوم بها المدرب ممكن راح الفلسفة تاعو يعني يقدمها ويكون المردود مع مرور الجولات يعني يلقى فريق، ولكن لما الفريق يتغير تقريبا 80% هنا العمل راح يكون لمده طويله والانصار ما يصبروا لكش على المده. وهذا مشكل ضغط الشارع. هذا هو مشكل. الاخ مسعود تسمح لي اضافه ولا سمحتي، لانه هذا جد مهم، وربما ما لانه شوف احنا بلد الجزائر رانا حجم يعني قاره الله يبارك، وبالتالي عندما تصور انه اللاعب مثلا ينشط في فريق نصر اتحاد عنابه، عندما هذا الفريق يروح من اتحاد عنابه لشبيبه الثوره مثلا، ولا يروح مثلا لاقصى الغرب، عباك احنا بلد قاره كبير، حتى العقليه تغير شويه بيان سور، الثقافه العقليه وهذا وقت كبير للتاقلم مع الواقع الجديد والمنطقه الجديده. سي محمد زكريني تحكيميا ما كتشوفني مرتاح ماليش انت دائما مرتاح كلها عبيد شارف بول فلفل بيراميرا عبيد شارف المباراه الثالثه تاعو يعني وين بعد الحرار تمثال الحراش مولودية الجاية اتحاد العاصمة. البارح كانت منقولة كذلك على المباشر، يعني بكل صراحة خبرته وتجربته خلاته يؤدي مباراة جيدة في حالة تحكيمية واحدة تاع المساعد الأول. هل دائما نقول هاي عندك لقطة هنا يا بالخبرة تاعي بالتجربة خليها زيد تمشي، خليها زيد هنا خلي حبسها هنا. أنا وش نقول؟ نقول هذا كما رانا نشوفه الكره ما خرجتش انا راني واش راني نشوف انا دابوي برك لا ماشي غير على البي لا ما بتشوف عني معاك سي سليم البي دابوي صح وبصح البي غوش انا نقدر نقول لك بلد تعدل لين بالك ما نقدرش يعني 100% واش بخبرتي بتجربتي كذا وخبرتكم انتم تاع نقولوا كما رانا نشوفوا الكره ما تعداتش. لهذا دائما ما نظلمش الفريق ولا حاجه نقول المساعد بشرط المساعد يكون مع لا لين دو بوت إذا كان على زوج مترات هذه مزياني غير يقولها لي يقول لي ذكريني أنا معليش لاربيت يغلط بصح يكون مع لافون داني ادفيرسير كي يكون مع لافون داني على لور جو ولا مع لا لين دو بوت خليه يغلط معليش غلط الله غلط بصح كي ما تكونش ا دو متر كيفاش شفتوا أنت الكرة تخطات ولا ما تخطات. لهذا الحكام دير سبرينت لازم تكون على لين ولازم لهذا نخلوا المساعد هو ضد هو وما رأى وما شاهد. بالقاسم حظوظكم ولا الهدف تاعكم بالنسبه للنصريه هذا الموسم في البطوله الوطنيه واش هو؟ هو التواجد ضمن الاوائل ام لعب البطوله يعني في متوسط الترتيب فقط؟ ما خفاش عليك انا هدرت ونزيد نعاود نهضرها باللي عندنا مجموعه ما شاء الله وكامل وليدات فاميليا ورانا نلعبوا ان شاء الله على البوديوم ان شاء الله. وحتى الاداره يعني واقفه معاكم ما كاش مشاكل؟ الحمد لله يا ربي الاداره واقفه على الفريق نتاعها، زيد البيبليك ثاني واقف للفريق نتاعو. هذاك هو الصح وهذاك هو الشيء يهمنا حنا. تلعبوا على ثلاث جبهات كاس افريقيا كاس الجزائر بطوله وطنيه الامور هذه تعبكم شويه ولكن قادرين. تبري هي صعيبه شويه مي نقدروا لها ان شاء الله. ان شاء الله نقدروا لها ان شاء الله. هذا كلام جميل وموجه خاصه لانصار النصريه لمطالبين بالوقوف الى جانب فريقهم الذي يلعب على مجموعه من الجبهات وقادر على تحقيق نتائج إيجابية في ختام هذا الموسم. إلى المباراة الموالية والتي لعبت اليوم بالمدية بين الأولمبي المحلي وفريق شباب بلوزدان. لم تتجاوز الخط فعلا من هناك بالغ يتوغل إلى خارج ماذا يقول الحكم ضربة جزاء بالغ يتوغل داخل منطقة العمليات واللقطة كما تشاهدونها بالغ نقدر نقول كان ذكي وبحث عن الخطأ في هذه اللقطة. إذن الحكم بسيري يعلن عن ضربة جزاء لفائدة شباب الوزداد
سعيد زكريا وجه لوجه مع سعيود، وهذا الأخير يفتتح باب التسجيل. بداية قوية، شوف سعيود يتقدم يتأهب يسدد يسجل على لاعب شباب الوزاد في منطقتهم، لكن حتى الآن نفذ الركنية وتدخل الدفاع. الحكم ربما أشار إلى خطأ قبل تنفيذ هذه الركنية. شخصية يوزع لكن ضامقي ما يتمكنش من الكرة، تسديد لكنها جانبية. اختر فرصة بعيدة بعيدة بعيدة، لا يوصل عليها، بينما سيدريك يتدخل يمكن أن يتلقى الصفرة الثانية. بينما نشوف الكرة التي ضاعت في آخر لحظة، توزيعة والرأسية فوق العارضة الأفقية، تسديدة قوية قوية للتسديدة، وسيم محمد سيدريك في المكان المناسب ينقذ شباب الوزداد من هذه الكرة من مطراني. هذا يقول الحكم بطاقة صفراء بسبب التحايل من جانب الحين. شوف اللقطة المعادة، أعتقد أنه فيه ضرب جزاء في هذه اللقطة. شوف اللقطة هنا فيه ضرب جزاء. نفذ هذه الكرة قوية والحارس سعيد زكريا في المكان ونهاية المباراة بفوز فريق شباب بلوزداد الذي يحقق انتصار ثاني على التوالي. فوز رزقي مهم جدا لشباب بلوزداد في هذا الوضع، وربما يصعب أيضا من مهمة أولمبي المدية التي تنهزم. فوز مهم مهم، يعني عندما تواجه يعني فريق هو أيضا معني بالأمر البقاء، معني بالبقاء والسقوط، بالبقاء والسقوط. هذا شيء كثير لأنه سيان أدفيرسير ديريكت. أعتقد بأنه هي نتيجة جد إيجابية بالنسبة لشباب الوزداد، وهذا يعطيها يعني دفع معنوي كبير قبل مباراة يعني القوية. يتأثر بهذه الهزيمة؟ سيتأثر نوعا ما، لأنه الفريق المدية الهزيمة الثانية على التوالي فوق أرضية ميدانه، واليوم لاحظنا حتى أنه أرضية الميدان كانت يعني تقريبا مقبولة لممارسة يعني كرة القدم. أعتقد بأنه لكن هذا ما لازمش يعني ينقص من العزيمة والرغبة في مواصلة المسيرة، وهذا ما يجب أن يكون، يجب أن يتواصل العمل حتى كل فريق يحقق أهدافه، وعبد القادر عمراني قادر يحقق أهداف فريقه، وتوفيق روابه أيضا قادر أن يحقق أهداف فريقه. محمد زكريني، تخليني نشرح شوية برك، هذا برك شوية برك بزاف. هيا بسم الله تفضل. السيد بالسيري الحكم الرئيسي، السيد عمر الحكم الدولي المساعد الأول، والسيد بن علي ثلاثي التحكيم من غرب البلاد، واحد من وهران، واحد من بلعباس، واحد من تيارت، هذو هما الحكام. والصراحة مباراة كانت متلفزة، شفناها مباراة جراوها في كل في حالة تحكيمية. أيوة. حالة تحكيمية، فريق أولمبي المدية فيها حالتين، حالة تاع ضرب الجزاء. نشوفوا الحالة الأولى تاع شباب بالوزاد، يلا نشوف الحالة الأولى نتكلم عليها. ضرب الجزاء عرقلة واضحة، شوف البيك كيف يطلع الفوق هنا، خليه يزيد يطلع وين هنا وين ضربوا. العرقلة واضحة، واحد ما واحد ما كونتيستا، واحد ضرب الجزاء واضحة. هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الأولى صحيحة، لا غبار عليها، أعلنها ما صراش فيها المشكل. المشكل صرا لأن صعب 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 في الدقيقة في الوقت بدل الضائع. المشكل هنا لازم كل الفرق تتقبل بعض الأمور، ولازم على الحكام يكونوا متجانسين فيما بينهم في الحالات التحكيمية. أنا وصل في الوقت بدل الضائع، لاعب أولمبي المدية دخل عنده الكرة داخل منطقة العمليات. نشوف الصورة. اسمح لي من بعد نروح للصورة. أيوة داخل منطقة العمليات كاين قانون يقول كاين 12 خطأ.
اذا ارتكب اللاعب تاع اللي راه في المساحه تاعو ارتكب خطا ضد المجهل، ها خطا من الخطا 12 ارتكبوا، الحكم لابد عليه ان يضرب الجزاء. ضربه جزاء هنايا بار اكزومبل تاكلي ان ادفيرسير، هل المدافع تاكل لادفيرسير او لوي ديسبيتون لو بالون ولا لا؟ درك نشوفوا هنا بلاكسيون بالاخر، شوف كيفاه هنا او جاي حبس هكذايا، شوف اللاعب خليه زيد شويه، خليه حبس زيد خليه اللاعب، شوف هنا ديجا راح البالون هنايا المهاجم ديجا هو بدا يتسحب، واش يقول كاين اعطيني كاين واش يقول لك لاتاكون لاتاكون المهاجم بورتيل الليجي كونتاكت بور ترومبي لاربيتر، هذا كاين اعتبارات، كاين تسع اعتبارات دي كونسيديراسيون، هل دار هو اللي بروفوكا دار الليجي كونتاكت؟ شوف شوف كيفاه لم يلمسه هو اللي زاد الشيء الثاني. بالنسبه لك لاعب اولمبي المديه هو اللي مشى لاعب شباب، هو اللي راح نزيدو اس لو جوار لوي ميم كي ا لوريجين دي كونتاكت افيك لادفيرسير، هل اللاعب المهاجم هو اللي كان ا لوريجين؟ باسكو المدافع واش دار؟ حبس في بلاصتو جا ملعب البالون ملعب الجوار، لاتاكون واش يدير؟ بروفوكاتور دو فوت، هو اللي يروح باش يحوس حب خلى الكره كان دريبلاه والاخر رمى رجله، باسكو المدافع هو حبس رجله، هي الاول اللي حبس رجله، كان جاي اون فاس ديلي نقولوا اعتراض كي ما يكونش اون فاس دو ليك، ما كاينش اهم لي كونسيديراسيون وراهم كاين ناف كونسيديراسيون، الحكم واش شاف؟ من بعد واش الحاجه الثالثه؟ لاتاكون اتيل انتيسيبي لو كونتاكت افيك لادفيرسير، هل المهاجم هو اللي سبق المدافع انتيسيبا الكونتاكت قبل المدافع؟ لاخاطش الذي يرتكب الخطا هو المدافع وليس المهاجم اللي يضيع، هنا نشوفوا المهاجم هو اللي راح وزاد ورمى روحه. أنا الإشكال اللي وقع وشنه الحكم صفر سيميلاسيون عنده الحق سيميلاسيون لا وجود لضرب الجزاء، بصح هو كي صفر المشكل وين؟ المساعد عم بلو صفر ضرب الجزاء دخل، هي لا لازم تكون كورديناسيون، والحاكم كي تصفر كان فرق لو كوت سيفلي ستريدون أيوة ستريدون، كان كوت سيفلي تاع بيناتي وحده وكان كوت سيفلي تاع سيميلاسيون وحده، انت صفرت سيميلاسيون روح اجري البوان سيميلاسيون ارفد يدك كون بريزون ما تروحش تمشي تخلي الدوت بيناتي ولا سيميلاسيون، ولو ان الحكم هو اللي عنده الحق لا وجود لضرب الجزاء، المساعدين تتفاهموا قبل قال انايا ما شفتنيش ما دومونديتكش ولا ما هدرتلكش باللي كاين علاش داروا لوريات باش يحكيو مع بعض طاكت. هو راح دار المساعد من بعد المديه واش كي شافوا المساعد قالوا له المساعد دخل ايوا هاك فاهم سما هنا وقعت خلطه ومشاكل خاصه في نهايه المباراه. المشكل وقتاش يوقع؟ في الوقت بدل الضائع، فريق منهزم ماشي غير يدير يهبل داخل الديار في ملعبه ما تلوموش، ولكن الحكم كان محق في القرار، شويه لازم الكورديناسيون تكون طب دي طب بين الحكام باتيفيتي كل هذه المشاكل فعلا حتى نتفادى كل المشاكل. سليم مناد نرجع لفريقك جمعيه عين مليله، ما هي ابرز المشاكل التي تعانون منها؟ المشكل الكبير العويص هو يعني مرحلة الذهاب كنا نلعبوا خارج الديار ضيعنا كثير النقاط، كنا نديروا تعادلات فزنا بمباريتين ضد ستيف وضد بلعباس، يعني هذوك النقاط اللي ضيعناهم باش نردوهم درك في مرحلة العودة في أرضية تقريبا غير صالحة جدا فعلا صعبة، خاصة بالنسبة للفريق اللي مطالب بالفوز يعني راح يكون الضغط، وهذاك الضغط السلبي راح يأثر يولي عندك ليكسي دو بريسيبيتاسيون، يعني ان شاء الله اللاعبين دوك مع المرحلة هذه اللي تجوزناها تاع ثلاث واربع مباريات متتالية فيها نتائج متوسطة يعني خداو عبرة، وان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله نديروا نتيجه ونفرحوا الانصار تاعنا ان شاء الله. الى المباراه المواليه وهي التي جمعت اليوم بين دفاع تجنانت ووفاق سطيف، علق عليها محمد صالح بوسكر. وتبقى لدفاع تجنانت داخل منطقه العمليات ما فيش وضع التسلل، كاد اللاعب كاد رضواني سعيد يباغت حارسه بهذه الكره على ناحيه بن سعد، هل سيسدد؟ يصوب قوية والعالم.
حارس بورطيف قوية ممتازة عابرة للدفاع، وبورطيف عبد الرحمن يحولها إلى الركنية قوية جدا، الارتكاز على اليسرى والتسديدة، هل يوزعها فرحاني العرضية فرصة أخرى لغشة، كانت أمامه فرصة كبيرة للتسديد ولكن كانت المضايقة في رقبة لصيقة مرفوعة ممتازة والعارضة رفيق طلب الكرة بعد المراوغة والتسديدة ممتازة ممتازة من بن ساعة بلقطة فردية رائعة يتمكن من مباغتة حارس بورطيف وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 25 من المرحلة الأولى. شاهدوا اللقطة، شاهدوا الإعادة، شاهدوا الفنيات والقدرات عند هذا اللاعب بن ساعة، يعبث بدفاع الوفاق ويتمكن من تسديدة قوية باغتت الحارس بورطيف لخبط الانتماء، ولكن كانت فيه متابعة فقط من بورطيف، ممتازة المحاولة واللقطة الفردية. تحدثنا كثير عن بن ساحة وبن ساحة خلف الجدار والناس، وهذه الكرة السانحة والناس والناس روعة كبيرة، والناس يضعها في الزاوية الصعبة ويوقع الهدف الثاني في الدقيقة 30 من المرحلة الأولى، وهدف ثاني لمصنع دفاع تاجنات الذي دخل المباراة بقوة ويوقع الهدف الثاني أمام فرحة أنصار دفاع تاجنات والمدرب لامين بوغرارة، والسيناريو الذي لم يكن منتظر في هذا اللقاء المحلي في هذا الدربي بين دفاع تاجنات ويوفاق سطيه. المحاولة عن المراوغة تسديدة قوية والقائم ينقذ بورطيف وينقذ وفاق سطيف من هدف الثالث، يعني بكير بكير تمريرة إليه مع بالبلمونة وبين أحضان الحارس القراني، ممتازة العملية البينية هذه وتسديد العارضة مرة أخرى، والعارضة تنقذ بورطيف وفاق من هدف ثالث ليد، كرة مرفوعة إلى أين الرأسية وممتازة من مقراني عن رأسية فرحاني هواري كان قريب اللي كندوسي كندوسي هل سيصوب لا يرفع داخل منطقة العمليات لردواني وبعيدة تماما، كان بعيد عن كل مضايقة في خرجية في القائم الثاني، بالفعل الكرة مرفوعة الرأسية والهدف لا ممتازة هذه الرأسية، كان الوفاق قريب من تقليص الفارق وبالفعل صافرة النهاية ودفاع تاجنات يتم دفاع تاجنات إذن يحقق فوز مهم رزقي، ووفاق الصيف هزيمة أخرى ربما بين قوسين غير مفهومة. هزيمة غير مفهومة، نتائج يعني جد متواضعة مقارنة بحجم هذا الفريق وبتعداده وبإمكانياته، تقريبا هذا الموسم يعني نتائج غير مفهومة تماما رغم أنه هذا الفريق، لكن النقطة الإيجابية هو أنه فريق من حجم وفاق سطيف والله ما نخافوا عليه، يعني فريق يعرف كيفاش يعني يخرج من الأزمات، يخرج من الأزمات كيفاش يسير الأزمات، فريق عنده مختلف طواقمه، وأعتقد بأنه هذا المقابلة ما تنقص يعني من قيمة المدرب يعني نغيز اللي هو وصل منذ يوم أو يومين وأعتقد بأنه راح يصلح الأمور من الناحية التقنية، والأمور ستعود إلى مجراها يعني في هذا الفريق، خاصة وأن الفريق يملك الإمكانيات، يملك الإسماء الإمكانيات والأسماء وأيضا شخصية الوفاق التي نعرفها سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، وبالتالي نغيز في إمكانه قيادة سفينة الوفاق إلى ما يريده ويتمناه الأنصار. دفاع تاجنات فوز في وقت مهم جدا، في وقت مهم جدا، هو فوز معنوي أولا من ناحية النتيجة ثم معنوي من ناحية أنك تفوز على وفاق سطيف، يعني في هذا الظرف يعني هذه النتيجة مهمة من ناحية هي النتيجة 2-0، ولاحظنا بأنه تاجنات يعني تقريبا تفوق يعني منذ البداية ولاحظنا غياب كل تقريبا لفريق وفاق سطيف، نقول بأنه نزيد إضافة على فريق وفاق سطيف بأنه أي كل الفرق الكبيرة يمكن أن تمر بأزمات، لكن لا يجب أن تكون هذه يعني لفترة الأزمة طويلة، لأنه عندما تطول يبدأ الشك يدخل إلى أنفس الجميع، ما تشي برك اللاعبين وإنما جميع الطواقم، وتخلق المشاكل لما تطول الأمور. تحكيميا محمد زكريني،
حكم الدولي بكواس الياس ابراهيم عزرين ادوا مباراه كانت منقوله على المباشر بدون اخطاء تحكيميه، تحكيم جيد. لما نقول بدون اخطاء تحكيميه ما معنى؟ الاخطاء التي لا تؤثر على نتيجه المباراه، الاخطاء البطاقات التي لا تؤثر على خروج اللاعبين، هذه هي الاخطاء. ما كاش منها 90 دقيقه اربيت ما يصفرش كفره، ما كاش منه، ما كاش، بصح ما عندوش تاثير ولا توش لهذا يعطيها لهذه في وسط الميدان ولا. احنا نقولوا الاخطاء اللي ما تجيبش هدف وهو ما كاش خطا، هنا شفنا ولا وجود لاخطاء تحكيم جيد. اخ مسعود لو سمحت لي فيما يخص التحكيم لن نزيد اضافه، نربط الجانب التقني بجانب التحكيم. ربما الاخ سليم يشاطرني الراي هو اننا في التكوين تاعنا ما ندمجوش اننا نكون اللاعبين ايضا من ناحيه التحكيم. علاش؟ يعني ما في اطار تكوين هذ اللاعبين، فيه لاعبين ربما ما يعرفوش القوانين كامله، يعرفوا القوانين ويعني واجرينا يعني دراسات في هذا المجال على مستوى الجامعه من اجل يعني ان نعرف سبب هذا الاحتجاج. بالنسبه هو تقريبا السبب الرئيسي هو جهل القوانين، لان انه الفريق عندما يقول بانه هذا الحكم غلط، وانت واش درت بلي باش الحكم هذا ما يغلطش؟ هل انت كونت اللاعبين باش يفهموا القوانين وباش هما ما يحتاجوش؟ لانه لازم في لا فورماسيون دو جوار، في تكوين لاعب، لازم نديروا في المسار التكوين تاعو انه يقرا على قوانين كره القدم. وفي وقت سابق كانت فيه تجربه باستدعاء النوادي ومسؤوليهم ولاعبيهم لكي ربما تقدم لهم دروس في هذا الاطار، لكن للاسف التجربه لم تنجح ولم تتواصل في اوقات سابقه. بالقاسم، انت راك مرتاح في النصريه، هذا ما فيه شك، الحمد لله. كش ما عندك اتصالات؟ كش ما في راسك بالك تبدل فريق ام حاب تبقى في النصريه؟ سي فري كاين اتصالات، بصح في هذا الوقت راني كيما نقولوا خمم غير في العقد نتاعي وقتها نشرفو. الحمد لله يا ربي راني نشرف فيه شوي بشوي، وما نقدر نخمم في حتى اتصال حتى نكمل العقد نتاعي. وحاسس بلي النصريه متمسكين بك، يعني حابينك تبقى معاهم. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. هذا الشيء مهم جدا خاصة من الناحية النفسية بالنسبة للاعب لما يحس أنه مرغوب فيه داخل الفريق، وهذا شيء طبيعي لأنك تقدم مستويات لائقة في فريقك النصر حسين داي. إلى المباراة الموالية قمة هذه الجولة وهي التي جمعت بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، وعلق عليها بلال بناري. وصمت يترقبون الجديد ربما من هذه الكرة. ننتظر ردة فعل اللاعبين على أرضية الميدان. هذه المحاولة التي كان وراءها أوتشي بعد توزيع ريعه ممتازة بالمليمتر، مجتمعة في منطقتها جيدا لانطلاق في هجمة معاكسة. 3 ضد 3 3 ضد 3 من هناك على الجهة اليسرى. يواصل يدوغل، راح شد، ضربها وقام باللازم، توغل وشاهد وكان ذكيا في الكرة هذه. كيف توغل وكيف سدد وكيف استعمل البراعة الحارس صالح. تلعب بسرعة، هاي كرة صعبة، هاي ممتازة، التدخل، عودة الدفاع، التسديد، هاي الإعادة للكرة الأخيرة. كيف سددها مهدي بن علجية وكيف كاد على المدرجات. هم اللاعب رقم واحد مع فريقهم الراسية. الراسية التي كانت تتحول إلى هدف على ما أعتقد، هو الذي سرق قاتل. هاي الإعادة، كيف صعد وضربها حمرون براسه على مرتين. يلعبها مع عبد الرحمن حشود، هل سيوزع هذه الكرة كما جاءت؟ جميلة وممتازة التوزيعة، وحتى اللعبة كانت في المستوى. للشيء أكيد بما أنهم التحقوا بالمدرجات قبل 4 ساعات من بداية هذا الكلاسيكو، وبالتالي على اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم. ماذا كاد يفعل؟ فريوي وضعها، بعد أن وزع عشود، ردها القائم بالقائم الأيسر. هي الكرة الأولى من تبي، وزعها، اصطدمت ثم عادت على طبق، منح التقدم للمولودية في حدود الدقيقة 44. أجمل وأحلى سيناريو يا محمد. التوزيع والركنية شعال في المتابعة. تفضل محمد. تسديدة أمير بلايلي من حوالي 40 متر. محمد، هو نظن التغيير اللي قام به المدرب شبيبة القبائل هو خرج وقاسي ودخل الرناي، ربما باش يكون اكثر هجومي. بعد هذه الكره الخروج،
انطلق الحابل بالنابل. جزاء بعد هذا الخروج السيء للحارس أمام فريوي. سنشاهد الإعادة. فريوي قدم رجله أعتقد بأنه أمادة وصالحي. أمادة وصالحي صلح صالحي وبعد المباراة من جديد ضد المنيع في هذه الكرة التي صدى ورد كرة أمادة. المباراة إذا تصدقوني ستشتعل أكثر لأن عناصر الشبيبة لن تكتفي بعد هذه التسديدة. ما هذا هو في الثانية صد هذه التسديدة التي أبعدها إلى الركنية. الشبيبة صحيح أنها لم تعادل النتيجة ولكن الأمل عاد لها. هي كرة القدم في بعض الأحيان هكذا. رفع هذه الكرة. الوقت يمر والنتيجة على حالها. الرأسية تغيرت النتيجة وعدلت الشبيبة. وبالفعل في أول كرة وفي أول محاولة عدلت النتيجة من قبل المدافع الذي فعل ما لم يفعله المهاجمين. أرفع هالو حطها له في رأسه. براسية هز بها شباك المولودية وحرك بها المدرجات. حرك بها أنصار الشبيبة على المدرجات الذين استعادوا الأمل. وانطلقت المباراة من جديد. في مستمرة التهديد من جانب فريق شبيبة القبائل. الرأسية ممتازة. صعد لها ممكن في المنطقة تاع مدينة الجزائر. لهذا يعني صبحوا مدينة الجزائر يرتكبوا أخطاء. يسترجع حامل التسديدة بالغربي. أوه ما زال الخطر. هاي كرة صعبة صعبة صعبة. انقذ مرماه. انقذ مرماه من هدف محقق. شعال كان سدا منيعا في الأولى. صدمت بالدفاع وعادت لشدي على ما أعتقد. أمير مليلي يرفع الكرة يوضحها. ممتاز ريعة من أمير بليلي وأروع من فيستون. حتى شعال إن قد ورتما وحاول وتمدد والكرة لم تكن في إطار المرمى ببضع سنتيمترات. النتيجة هكذا هي. الكرة لما تضيع نصف فرصة. هاي المحاولة كاد يكون الخطأ المشترك. الخشبات المرمى كانت في شباك. شاهد يعني من حسن حظي ما أنه هو هاي الكرة واللعبها المهاجم. وينتهي الحوار بين المولودية أو بين الشبيبة والمولودية بالتعادل الإيجابي. ومباراة كانت في المستوى يعني مثل هذه المباريات رزقي بهذا المستوى. الإثارة الأهداف والفرص الكثيرة ضايعة من الجانبين يعني ترفع من مستوى بطولتنا. لا حقيقة حتى الجمهور يعني حضور قياسي لأنصار شبيبة القبائل. أعتقد بأنه هي مباراة وفت بكل وعودها من ناحية الإثارة، ضربة جزاء، أهداف، أداء الحكم باش ما يزعفش يعني. أيوة. وأعتقد بأنه الشبيبة. هل الشبيبة تمر بأزمة؟ لا حقيقة ما هيش أزمة يعني. تشوف أزمة نتائج. أزمة نتائج فقط مقارنة بالنتائج المحققة قبل هذه المقابلة وقبل مقابلة بارادو. مقارنة بالشيء اللي تحقق اليوم هي تقريبا أزمة، لكن يمكن الخروج منها. ومقارنة أيضا بطموحات الفريق وأهدافه أعتقد بأنه ما لازمش يعني نضخموا الأمور. التعادل أمام فريق يعني مولودية الجزائر أولا اللي هو أيضا في المركز الرابع وفريق مستوى مقبول جدا. برأيك نتيجة عادلة؟ نتيجة عادية جدا. عادية وعادلة. وذكريني تحكيمية كيفاش كانت الأمور؟ والحكم الفيدرالي السيد بالسيري بمساعدة المساعدين سيد إتشيالي والسيد زرهوني. في حالتين الحالة الأولى هنا يا واضحة بطاقة صفراء. البطاقة الصفراء مستحقة الأولى. هاي ليك. أيوة. ديونغ يستحق البطاقة الصفراء للعب الخطير. هذه بالنسبة للحالة والبطاقة الصفراء الأولى. هذه البطاقة الصفراء الأولى يعني مستحقة. هذه الكرة واضحة يعني ما لعبش الكرة ما راحش تماما للكرة راح للاعب. كان يقولوا على ما طاحش الأح هاي الثانية واضحة مكابح هذا واضحة. البطاقة الصفراء الثانية أعطاها
البطاقة الصفراء الثانية معناها الحمراء مستحقة. هاي ليك ما راحش للكرة، راح مباشرة للاعب. أيوة تستحق البطاقة هذه ثانية. كان قرار محق في القرار تاعو، في القرار تاعو كان محق، لأن اللاعب جاي زيد عليه يعطيها له، جاي اون بلان فيتاس يعني بسرعة متجهة. لا لا هنايا عاود هنا بالعقل، شوف هنايا كيفاش خلاص، هذه خلاص رحنا لضربة الجزاء، خليها زيد هنا ضرب اللاعب الكرة، لما ضرب الكرة وين كانت متجهة الكرة؟ نحو وين؟ نحو المرمى. مرمى. نحو المرمى. وش اللي منعك؟ اليد المفتوحة برا ديكولي، برا أوفير مفتوحة، وين ضربت؟ خليها وش الصدر؟ لا في اليد. شوف اليد ضربت في اليد. هالي اليد هذه نقصت من سرعة الكرة اللي كانت متجهة نحو المرمى. مانيش غلط في اليد. برا أوفير. لا اليد مفتوحة، اليد متى والكرة كانت متجهة نحو المرمى، كانت متجهة، اليد منعت الكرة من المرور، لهذا كان لابد عليه أن يعلن عن ضربة جزاء زائد بطاقة صفراء. لماذا بطاقة صفراء؟ كان أربع حالات اللي نمدوا في بطاقة صفراء في لمسة اليد، أربع حالات. الحالة الأولى هي لما الكرة تكون متجهة نحو المرمى، نحو فير لي بوت، هنا نمدوا بطاقة وتمنع الكرة من المرور إلى المرمى، كما هذه الحالة نعطوا بطاقة صفراء. الحالة الثانية هي إن أتاك بروميتوز، هجمة واعدة نحو المرمى، هجمة واعدة وينحيها بيده، هنا تعطيه بطاقة صفراء. الحالة الثالثة المهاجم يسجل أو لا يسجل هدف، يطلع ويضربها بيده، يسجل أو لا يسجل هدف، تعطيه بطاقة صفراء. والحالة الرابعة هدف المدافع يكون في لاين دو بوت، يضرب الكرة بها ما تدخلش وتدخل، الحكم يحتسب الهدف زائد بطاقة صفراء. هذو هما الربع حالات اللي نجبدوا البطاقة الصفراء في لمسة اليد. ومازال حالة واحدة أخرى في هذه المباراة، نشوف الحالة الموالية في نفس المباراة. هنا واضحة هجمة واعدة، الحارس اللاعب كان راح يدي الكرة، هو رمى رجله، دا الكرة والحارس لعب اللاعب دخل، راح عرق له داخل المنطقة، ضربة جزاء زائد بطاقة صفراء صحيحة. نمر إلى المباراة الموالية وهي التي جمعت بين اتحاد الجزائر واتحاد بلعباس، وحضرها اسماعيل ميلودي. بأهداف متباينة كان اللقاء بين باحث عن تعزيز الرصيد في الصدارة وآخر يصارع من أجل تفادي السقوط. سقوط أصاب اتحاد بلعباس الذي غرق في مؤخرة الترتيب بتعثره أمام الرأي اتحاد الجزائر الذي حقق المهم في مباراة وجد فيها دعما جماهيريا كبيرا. ينطلق اللقاء وتبدأ معه الحسابات، حسابات أراد أن يحسمها لصالحه اتحاد العاصمة مبكرا بالضغط على المنافس منذ الدقائق الأولى باحثا عن هدف السبق بكرات ثابتة. وأول كرة خطيرة جاءت من بن خماسة والحارس خضيرية تألق في بعد الخطر، لتأتي الدقيقة 23 بالنبأ السعيد للأنصار بهدف مزيان الذي اخترق دفاع بلعباس، سدد وسجل الهدف الأول. ضغط أبناء سوسترة تواصل بمحاولات أخرى، بالمقابل الضيوف حاولوا في مرتين التسجيل لكن براعة الحارس منصوري لم تمكن الكرة من زيارة شباكه، لتنتهي المرحلة الأولى بتقدم أصحاب الأرض بهدف لصفر. الحوار الكروي تواصل بين الفريقين في الشوط الثاني، أداء متكافئ في فرص التسجيل من الجانبين بأفضلية للاتحاد الذي كان بإمكانه إضافة الهدف الثاني بعد منح الحكم ضربة جزاء. فشل بن يحيى في إسكان الكرة الشباك، لتعلن بعد ذلك صفارة الحكم بهلول نهاية اللقاء. وفوز مهم لرفقاء شافعي رفع رصيدهم إلى 44 نقطة في الصدارة. الحمد لله يا ربي قراصة لي سيبورتي اللي نقدر نقول لك بلي اللي ماش تاع بلوغين هما اللي راهم يجيبوا فيهم، ماشي حنايا. ان شاء الله احنا لازم لنا نجيبوا فيكتوار على برا باش نبينوا لهم بلي تاعنا نستاهلوها ان شاء الله. شوف قال لي جوار والانصار اللي عاونونا بزاف اللي داروا فينا كونفيونس ورجعوا لنا الهبه تاعنا. المباراه ما كانت سهله، وان واجهنا فريق ماشي سهل اتحاد بلعباس، جرينا بيان كوم الفو الحمد لله.
نتيجة إذن تخدم فريق اتحاد الجزائر وتجعله في الصدارة بفارق مريح جدا عن أقرب ملاحقه، وفريق اتحاد بالعباس أول مرة في المركز الأخير. في المركز الأخير لأنه هذا الفريق أولا ضيع مباراة مشبة القبائل ثم أمام شب قسنطينة، واليوم ينهزم أمام اتحاد العاصمة. تقريبا هو راح نتأسفوا لوضعية هذا الفريق، لأنه فريق أولا من ناحية اللاعبين عنده لاعبين ممتازين فعلا. جدا، لكن من ناحية النتائج يبقى يتخبط في مشاكل كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا، في مشاكل على مدار العام. اتحاد الجزائر فوز مهم في وقت مهم واستعادة الفريق المريح. استعادة الفريق كما قلت حللت الوضعية تاع اتحاد العاصمة، لكن نوه أنه بنقطة جد مهمة هو أنه يعني بالحجم إمكانية تاع اتحاد العاصمة واللاعبين اللي عنده والمدربين اللي عنده والإمكانيات المادية تاعو، يعني هذا لا يحتسب. يعني هذا الفريق لازم يفوز بألقاب، لازم يفوز بألقاب، لأنه هو تقريبا نقول الفريق الوحيد اللي عنده إمكانيات من هذا الحجم، من هذا الحجم، وبالتالي هذا لازم في اتحاد العاصمة بالإمكانيات الموجودة كل موسم. لازم نتحدث على الألقاب، ما نتحدثش على فوز بمقابلة ولا تعادل بمقابلة. إذن هذه الخلاصة بالنسبة لفريق اتحاد الجزائر. تحكيميا محمد. سيد بهلول فريد، سيد سعدي وقسوم المساعدين، شفنا فيها ضربة جزاء كانت صحيحة، ما شفتش المباراة ولكن من ودي خلي يزيد هاولي الدفع باليد اليسرى داخل منطقة العمليات، ضربة جزاء الدفع هاوليك الدفع وراه باليد اليسرى داخل المنطقة، ضربة جزاء شرعية صحيحة لا غبار عليها، أعلنها السيد بهلول. وفي الأخير نصل إلى نتائج الترتيب والجولة المقبلة. نصل إلى المحترف الثاني دائما الصدارة من جانب المتألق. مفاجأة أو المفاجأة صار هذا الموسم لفريق نجم مقرى اليوم. الموعد كان مع ثلاث مباريات متبقية وفيها فاز الملاحق وداد تلمسان على ترجي مستغانم بميدانه أو بميدان هذا الأخير بحضور سيف الدين بالزردة. بملعب محمد بن سعيد دخل ترجي مستغانم يترصد ضيفه وجاره وداد تلمسان الطامح إلى الانفراد بالمركز الثاني. الوداد استهل المباراة مهاجما، ومهمة الظفر بالنقاط الثلاث بدأها بن هارون بمخالفة خطف عن طريقها هدف التقدم عند الدقيقة الثانية، لتنطلق أفراح الجماهير الودادية الحاضرة بقوة على المدرجات. الرد جاء سريعا من خيثر والحارس صوفي منع التعادل. عقيد جدد المحاولات دون إدراك المسعى. فرص التهديف كانت من جانب الترجي، والواقعية كانت تلمسانية بعدما نفذ بالحمر مخالفة بعيدة المدى استقرت في شباك بالعربي مضيفا الثاني. كل هذا والمباراة في دقيقتها 17. بعدها لاحت فرصة ذهبية لبلال مسعودي الذي ضيع الثالث. الترجي حاول التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، وطالب لاعبوه بركلة جزاء عند الدقيقة 40، والحكم فصيح أمر بمواصلة اللعب لتنتهي المرحلة الأولى على وقع ثنائية تلمسانية دون رد. في الشوط الثاني تراجع أشبال المدرب بوعلي إلى الخلف وتركوا المبادرة لأصحاب الأرض، فكادت رأسية مزيان أن تخادع الحارس صوفي الذي تألق بعدها وحول مخالفة عقيد بأطراف الأصابع إلى الركنية. الترجي بقي مثابرا من أجل التسجيل، وكان له ذلك في الدقيقة 80 عبر رأسية مادوني التي قلص بها النتيجة.
الوداد حاول تأمين الفوز بهدف ثالث، ولكن بالعربي وقف في وجه كرة سعادي ليعلن بعدها الحكم فصيح عن نهاية المباراة بفوز ثمين لوداد تلمسان الذي دلل الفارق بينه وبين النجم قرا إلى نقطتين، فيما تلقى الترجي الهزيمة الثانية على التوالي. ويتراجع ترجي مستغانم إلى المركز 11 بعد بداية متميزة في البطولة، بينما وداد تلمسان على بعد نقطتين من الرائد نجم مقرى. مباشرة ذكريني إلى الحالة التحكيمية في هذه المباراة. في حالة تحكيمية واحدة وين شفنا هذه في القانون، هذه في لي كونسيديراسيون ابلي لو ريسك. لو ريسك واش اللاعب راح يبلونجي بهل البالون، بعد واش الكرة فدها بيده اليد الوسط، هذا هو لو ريسك. هذه هي اعتبار جديد داروه. شوف بلونجا رايح باه يلعب الكره، ما لعبش الكره بصح يده اليمنى منعت الكره من المور. ها اللاعب رفدها له باش يروح، اليد اليمنى لما تبلونجي ويدك تكون في السماء وتمنع الكره، هذا هو في القانون في الاعتبار يقولوا لو جوار ابري لو ريسك. انت زافي بري لو ريسك، تحمل مسؤوليتك. ضربه جزاء لم يعلن عنها الحكم. إلى المباراة الموالية وهي مباراة مولودية العلمة وسريع غليزان، وفيها عاد فريق مولودية العلمة إلى سكة الانتصارات بحضور ياسين بوخناف. مولودية العلمة دخل منقوص من خدمة ثلاث ركائز أساسية، يتعلق الأمر بكل من كواس ملولي وبزاز، ووجد صعوبة كبيرة في الظفر بنقاط المباراة أمام سريع غليزان الذي جاء هو الآخر من أجل العودة بنتيجة إيجابية. البداية كانت لأصحاب الأرض في هذا الهجوم وتسديد الدلهوم في أيدي الحارس زيدي. رد فعل الزوار جاء سريع عن طريق كل من رحال كوربية وشبلي أيمن. دفاع العلمة أنقذ الموقف هنا. كوربية بعد ذلك يخفق والحارس بوزدر يتألق. ولعل أخطر فرصة خلال هذا الشوط كانت لصالح مولودية العلمة، برباش وجها لوجه يضيع ثم دلهم في هذه الرأسية التي اصطدمت بالعارضة. آخر محاولة كانت قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، برباش يفتح والمدافع العيشور ينقذ مرماه من هدف محقق. المرحلة الثانية دخلها محليون بقوة وتسديد دوسا الياس في أيدي زيدي ثم رأسية من اللاعب جنينة ياسين ودفاع السريع يتدخل. مولودية العلمة يواصل الضغط لكنه يواصل تضييع الفرص السهلة. دوسا هنا والحارس زيدي يتألق. وعكس مجريات اللعب جاء هدف سريع غليزان عن طريق اللاعب البديل المنور عبد الملك بهذه الكيفية، وكان ذلك في الدقيقة 67. هدف أسعد كثيرا أنصار سريع غليزان الذين تنقلوا إلى مدينة العلمة. فرحة الهدف لم تكتمل بعد طرد اللاعب بوزيد بلال الذي تلقى الإنذار الثاني وسط احتجاج الزوار على قرار الحكم إبراهيمي. التفوق العددي استغله ابناء عليم الشيش وتمكنوا من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب جهل في الدقيقة 74 من زمن المباراة. وبنفس الكيفية تقريبا البديل كفي مخلوف يتمكن من إضافة الهدف الثاني لصالح مولودية العلمة. حدث ذلك في الدقيقة 78 لتنتهي المباراة على نتيجة هدفين لهدف لصالح فريق مولودية العلمة. مباراة مثيرة جعلت فريق مولودية العلمة يرتقي إلى المركز الثالث. طبعا صور وصلتنا منذ لحظات. محمد زكريني تحكيميا حسب ما شاهدنا مباشرة. مباشرة أنا شفت السيد إبراهيمي والسيد السمسوم وإبراهيمي يدير كادام. أيوة. ثلاثي التحكيم في هذه المباراة. طبعا الصور وصلتنا منذ قليل. رزقي نجم مقرى أولا، وداد تلمسان ثانيا، مولودية العلمة ثالثا، جمعية الشيش تقريبا نفس الفرق اللي بدأت بقوة البطولة ما زالها في الفرق في مقدمة الترتيب. هي نفس الفرق، وأعتقد بأنه من أربع الفرق هذو
اثنين عندهم حظوظ كبيره باش يروحوا للقسم هما الجمهوريه وداد التلمسان. وداد التلمسان اقول احنا نحن نحطوا هنا حسابين وفنيين حسابيا يعني. اعتقد بانه نجم مقرا اذا وصل على هذا المنوال عنده حظوظ كثيره وكبيره جدا باش يروح للقسم الاول. أيوة. ويظهر بانه ايضا مديريه مولوديه العلمه جمعيه عسكره شبيه بجايه عادت بقوه ايضا مديريه العلمه حققت نتيجه جد ايجابيه. وشي الملاحظه البطوله الوطنيه انه كل ما هناك يكون تغيير مدرب في المقابله التي تاتي الفريق يحقق نتائج. والمهم ايضا انه المنافسه يعني متسعه بالنسبه للفرق التي تطمح الى الصعود الى الرابطه المحترفه الاولى موبيليس. نصل الى النتائج الترتيب والجوله المقبله. طبعا هذا كل ما تعلق بالرابطتين الأولى والثانية. نصل رشيد وهيكل إلى الصور الأخيرة التي وصلتنا منذ قليل من زملائنا بمحطة وهران، وهي صور خاصة بزيارة وزير شباب ورياضة السيد محمد حطاب رفقة جمعية لا راديوز إلى لاعب جبهة التحرير قدور بخلوفية الذي يعاني من المرض. زيارة كان وقعها الإيجابي كبير جدا على سي قدور بخلوفي اللي يتمنى له الشفاء لأنه يعاني من مرض، وهو الذي يملك تاريخ وباع كبير وطويل في رياضة كرة القدم الذي لعب لعدة نوادي في وهران، لعب أيضا لموناكو الفرنسي في موسم 56-57، لعب أيضا لاتحاد بالعباس، لجمعية وهران، لاتحاد سطيف، أيضا درب العديد من النوادي، وكذلك لعب مع فريق الأفلان 30 مباراة. نتمنى أن يشفى سي قدور بخلوفي سي محمد زكريني. كما نتمنى الشفاء كذلك العميد المدربين سي عبد الحميد زوبا. أيوة. نتمنى له إن شاء الله الشفاء، لأن جبهة التحرير فريق جبهة لم يبقى لنا الكثير منهم، نتمنى اللي راهم بصحتهم نتمنى لهم إن شاء الله طول العمر وربي يطول لهم في عمرهم إن شاء الله. أيوة. وكذلك نقدم تعازينا الخالصة المحمد بن نوزة الحكم الدولي السابق اللي جداه توفات، عائلة حلحال نقدم لها التعازي الخالصة، وكذلك لعائلة الأخضاري عامر اللي توفات الأم نتاعو تعازينا القلبية الخالصة. طبعا دقائق والدقيقة والدقيقتين الأخيرتين سليم من الإدارة راهي واقفة إليكم، ماكش خايفين من ضغط الجمهور يعني في تحقيق أهدافكم في المرحلة هذه؟ يكون ضغط ولكن لازم الأنصار والإدارة يكون يكون ضغط ايجابي باش اللاعبين يقدروا بوف سيكسبريمي ميو، تسمى يقدروا يلعبوا بكل ارتياح. عندنا فريق لما يكون مرتاح يقدم مباراه لاباس بها، ونتمنى ان شاء الله تكون مباراه اخرى بنتيجه ايجابيه. لما تكون مباراتين على التوالي بنتيجه فعلا ايجابيه ممكن راح الفريق يخرج من هذه الازمه. ونتمنى طبعا التوفيق، كل التوفيق لكم في مهمتكم على راس فريق جمعيه عين مليله. ابراهيمي فريق الوطني يهمك؟ بيان سور يهم كل اللاعبين. كل اللاعبين يهم. نزلت مارس في الرياضة الفروسية منين ذاك؟ ذكريني على بالك عنده الحصان تاعو عنده يمارس الفروسية في الهامة في مسعدة في يعني بالقاسم بالقاسم ماهوش لاعب كرة القدم هو أيضا فارس. على كل يعطيك الصحة سي إبراهيم القاسم على هذه وقبولك الدعوة، وإن شاء الله توفق في مشوارك، ودعوة لأنصار النصرية للوقوف إلى جانبكم، ولازم تفرحون في نهاية الموسم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ذكرني يعطيك الصحة. شكرا مسعود. رزقي في اسمك يا خي، عجبك الحال؟ مليح. يعطيك الصحة. صح سليم، نتمنى لك التوفيق كل التوفيق. شكرا أخي مسعود، وإن شاء الله توفق في مهمتك على الأقل إنقاذ هذا الفريق، فريق جمعية عين مليله الذي يستحق أن يبقى ضمن الرابطة الأولى إن شاء الله. شكرا أخي مسعود. شكرا ايضا للزملاء التقنيين باستوديو رقم واحد بقياده هيكل القاسمي ورشيد ميكيداش في ختام برنامج لمتابعي البرنامج وهم اصدقاء الفيتي سموكا موبيان هاني وبن بكير الياس. تقبلوا تحياتنا وتحياتنا لكل الجماهير التي تتابعنا كل يوم سبت. القاكم سيداتي سادتي في مناسبات رياضيه قادمه بحول الله. السلام على الجميع.
واحد المره راح نتكلموا على موضوع مهم جدا. هذا الموضوع نحن نحاول من خلال برنامج جزاء الخير ان نسلط الضوء على الدور نتاع هذه المؤسسات اللي حنتكلموا عليها اليوم، اللي دورها فعال جدا في العمل التطوعي، دور وسائل الاعلام بشتى انواعها. راح نركز على السمعي البصري والعمل اللي نقوم به هناك جزء من هذا المنظومة الإعلامية كتلفزيون الجزائري الإذاعة الوطنية، بالإضافة إلى عمل المجتمع المدني كيف يستفيد من وسائل الإعلام التي تحاول أن تروج وتثمن دور العمل التطوعي في المجتمع. جزاء الخير.